تعتبر جامعة قبرص للعلوم الصحية والاجتماعية الواقعة في قلب مدينة جوزاليورت رائدة التعليم والتطبيق العملي في المجال الصحي بخطوات ثابتة وبالعمل ليلا ونهارا على تحسين وتطوير طرق التعليم والتطبيق العملي في العيادات الخارجية. نجحت جامعة قبرص للعلوم الصحية والاجتماعية في تقديم أفضل خدمة صحية وتعليمية للمجتمع في ظل الجائحة التي نتعرض لها هذه الأيام. يواصل الطلاب الذين يدرسون في الكليات العملية مثل طب الأسنان وعلم النفس والجراحة العظمية والتغذية والعلاج الفيزيائي والتأهيل البدني الحصول على التعليم في مختبرات وعيادات صحية ومعقمة. التعليم في قبرص يبدأ بالصحة.